السلام عليكم وأهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن أكبر 3 مشاريع زراعية بتتنفذ حاليا في مصر، واللي من خلالها نقدر نسد الفجوة الغذائية ونوصل لاكتفاء ذاتي من القمح والمحاصيل الأساسية. المشاريع هي مشروع الريف المصري الجديد المعروف بمشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكا، ومشروع الدلتا الجديدة. تعالوا نشوف وصلنا لإيه في كل المشاريع دي. مصر الفترة اللي فاتت نفذت معادلة صعبة في قطاع الزراعة ممكن نوصفها بمعجزة، لأنه زي ما حضراتكم عارفين مصر بتعاني من نقص في الموارد المائية واللي أصبحت غير كافية بسبب الزيادة السكانية، ومع ذلك بنحقق نهضة زراعية غير مسبوقة قدرنا من خلالها نضاعف المساحة المزروعة في مصر في 7 سنين بس. عشان كده احنا جايين النهاردة نتكلم عن أهم المشاريع اللي تم تنفيذها، وإزاي رفعت صادرات مصر الزراعية لمستويات غير مسبوقة، وإزاي قدرنا نحول العجز لاكتفاء ذاتي في محاصيل كتيرة، وإمتى هنقدر نوصل لاكتفاء ذاتي من القمح. مصر بتنفذ خطة عملاقة للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، وهنا هنتكلم عن مشاريع ضخمة وملايين الأفتنة اللي بيتم استصلاحها في جميع أنحاء مصر. وعشان ده يتحقق كان لازم نوفر كميات مية تستوعب المساحات الضخمة المزروعة، والحقيقة هو ده الجزء الأصعب في منظومة استصلاح الأراضي، وهو إزاي توفر كميات مية ضخمة وانت حصتك من النيل محدودة وبتواجه زيادة سكانية مستمرة. وهنا هنتكلم عن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم، وهو محطة بحر البقر لمعالجة المية. المحطة دي بتعالج 2 مليار متر مكعب من مية الصرف الزراعي، وبالتالي إعادة تدويرها واستغلال كميات ضخمة من المية كانت بتهدر. سبقها تنفيذ محطة المحسمة واللي بتقوم بنفس الدور في معالجة مية الصرف الزراعي وبتساهم في زراعة 400,000 فدان. عبقرية المحطات دي هو موقعها بسيناء عشان تساهم لأول مرة في زراعة مئات آلاف الأفدنة الجديدة في سيناء. وعشان نقدر نتغلب على عقبة قناة السويس في نقل المية من غرب لشرق القناة، اتعملت أنفاق ضخمة أسفل قناة السويس المعروفة بمشروع صحارات سرابيوم. الأنفاق دي نقلت مياه مصرف المحسمة، ودي مية صرف زراعي، عشان تعبر أسفل قناة السويس ويتم معالجتها في محطة المحسمة شرق القناة. بعد كده بيتم استخدامها من جديد في زراعة آلاف الأفدنة بشمال سيناء. نفس الشيء محطة بحر البقر بتعالج مية مصرف بحر البقر اللي كانت بتهدر في بحيرة المنزلة. بناخد المية دي وننقلها من خلال أنفاق أسفل قناة السويس عشان تعبر شرق القناة، وبعد كده تتعالج في محطة معالجة بحر البقر اللي صنفتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنها الأكبر من نوعها في العالم. المحطة بتنتج 2 مليار متر مكعب من المية عشان تستخدم في زراعة 500,000 فدان بسيناء. واتكلمنا بالتفصيل عن المحطتين دول بفيديوهات سابقة، هنلاقيها موجودة بآخر دقيقة بالفيديو. تاني خطوة واللي هي مهمة جدا، المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمساقي والمراوي، وتحديث نظم الري التقليدية في كل محافظات مصر، واستخدام النظم الموفرة للمية، والتقنين من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه. بالخطوات دي قدرنا نوفر كميات مية ضخمة جدا كانت بتهدر في السابق، ده غير مشاريع تحلية مية البحر والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية. كل ده مكن الدولة من عمل مشاريع استصلاح زراعي عملاقة، وهنا هنتكلم عن أهم 3 مشاريع اتنفذت آخر 7 سنين. أول مشروع هو مشروع الريف المصري الجديد، واللي بيطلق عليه مشروع 1.5 مليون فدان. المسؤول عن إدارة المشروع الضخم ده هو شركة تنمية الريف المصري الجديد، وهي شركة مساهمة مصرية، وهي المسؤولة عن إدارة المشروع بالكامل. بيشارك في المشروع 3 مساهمين حكوميين، وهم وزارة المالية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. مشروع الريف المصري الجديد بيهدف لاستصلاح 1.5 مليون فدان في أكثر من منطقة، خصوصا بالمناطق الحدودية. أهم المناطق اللي بيتنفذ فيها المشروع هي المناطق الجنوبية في صعيد مصر، زي إنا وأسوان والوادي الجديد والمنيا وجنوب سيناء والدلتا ومرسى مطروح والإسماعيلية والجيزة. المناطق اللي بيتعمل فيها المشروع بتتميز إنها قريبة من المناطق الحضرية وشبكة الطرق القومية. المشروع متكامل وبيشمل إنتاج زراعي وحيواني وداجيني. الهدف الرئيسي منه تعويض الهادر من الأراضي الزراعية اللي حصل قبل 2014، خصوصا بعد ثورة 2011. زي ما احنا عارفين الفترة دي حصل فيها نسبة تبوير كبيرة جدا للأراضي الزراعية. كمان المشروع هدفه أننا نسد الفجوة الغذائية ونوفر اكتفاء ذاتي من سلع كتيرة، وأهمهم أكيد القمح. المشروع بدأ في 2015 وبيتقسم على 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى بتضم 500,000 فدان، والمرحلة الثانية بتضم 490,000 فدان، والمرحلة الثالثة بتضم 510,000 فدان، بالإضافة إن المشروع بيضم 100,000 صوبة زراعية. المشروع الثاني هو مشروع تنمية توشكا، مشروع عملاق بيهدف لتنمية جنوب الوادي وتوشكا على مساحة 1.1 مليون فدان. الري هنا بيعتمد على محطة رفع مياه توشكا مع استغلال المياه الجوفية. لحد دلوقتي تم زراعة 230,000 فدان وجري استصلاح 400,000 فدان جديد.
المشروع ده مهم جدا وأشبه بدلتا جديدة في جنوب مصر، وأهميته أنه بيدعم الأمن الغذائي لزراعة محصول القمح، وفي نفس الوقت بينمي المناطق الجنوبية وبيخلق مدن وتجمعات عمرانية جديدة زي مدينة توشكا الجديدة. والأهم من ده كله أنه بيوفر آلاف فرص العمل الجديدة لأهالي الصعيد. آخر تطورات مشروع توشكا إننا قدرنا نحل المشكلة الرئيسية اللي كانت معطلة المشروع طول السنين اللي فاتت، وهي وجود جبل جرانيتي على مسافة 9 كيلومتر بفرع 4، واللي كان معطل مرور المية لباقي الأراضي الجبلية. القوات المسلحة وفرت كتيبة مفرقعات ونسفت الجبل الصخري عشان نكمل حفر مسار القناة المائية اللي بتقدر أعمال الحفر فيها ب 15 مليون متر مكعب، وبالتالي ضفنا 250 ألف فدان جديد من الأراضي الجبلية عشان تتزرع كلها قمح. تالت مشروع هو مشروع الدلتا الجديدة. مشروع عملاق بيتقسم لمشروعين، أولا مشروع مستقبل مصر على امتداد محور رود الفرج الضبعة على مساحة 500 ألف فدان. حاليا تم الانتهاء من زراعة 200 ألف فدان، وفي نهاية 2022 هيوصلوا ل 350 ألف فدان، وإجمالي استثمارات المشروع 5 مليار جنيه. الجزء الثاني من المشروع موقع جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، وقريب من الدلتا القديمة، وبيتميز أنه قريب من شبكة الطرق والموانئ البحرية والبرية والجوية. مساحة المشروع 500 ألف فدان، ودي بعض أعمال تطوير الطرق والمحاور اللي بتخدم المشروع. كل المشاريع دي حولت مصر في وقت قياسي من دولة بتعاني من عجز وفجوة بعدد كبير من المحاصيل الزراعية لأكبر منتج ومصدر للإنتاج الزراعي في المنطقة. وكمان مصر أصبحت الأولى عالميا في صادرات بعض المحاصيل زي التمور والموالح والبرتقال والفراولة والزيتون وغيره، وحققنا اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل زي قصب السكر وبنجر السكر والرز والشعير. والأول مرة المنتجات المصرية بقت متواجدة في أسواق اليابان اللي بتعد من أصعب الأسواق من حيث مقاييس الجودة، وقدرنا نتفوق على دول فضلت لسنين طويلة الأولى عالميا في إنتاج الموالح والبرتقال زي أسبانيا وتركيا. إجمالي صادرات مصر الغذائية تجاوزت 5.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار. أصبحنا بنصدر 255 سلعة زراعية ل 150 دولة على مستوى العالم. طيب هل كده خلاص حققنا كل المستهدف من المشاريع دي؟ لا طبعا، لسه لحد دلوقتي عندنا هدف أكبر، وهو أننا نحقق اكتفاء ذاتي من أهم سلعة غذائية وهو القمح. لحد دلوقتي مصر حققت اكتفاء ذاتي بنسبة 60% من القمح. لو قدرنا نزود مساحة الأرض المزروعة بالقمح سنويا بنفس المعدل، وبنفس الوقت نخفض معدلات الزيادة السكانية، دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر من خلالها نحقق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 100% بشكل أسرع.